مساء الخير في ما بعد الخبر. في ظل الصراعات الراهنة داخل المجتمعات العربية وانطلاقا من عملية شد الحبل بين الشارع العربي والسلطة وأمام تتالي الأخبار، يستضيف برنامج ما بعد الخبر فاعلين إعلاميين من دول من اليمن فهد الجار الله، من مصر محمد سلومة، من ليبيا أبو بكر خليفة أبو بكر، ومن السودان جميل السودان إليزابيث نيلسون. البداية مع اليمن، ماذا يجري في اليمن أستاذ جار الله، ارتباطا طبعا بالأحداث الجارية الآن في كل من مصر وليبيا والسودان؟ أية علاقة وما هي الارتباطات وأي رابط بين كل هذه الصراعات استنادا طبعا إلى الحركات الشعبية في هذه الدول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أشكركم جميعا المنظمين لهذه الفعالية، وأشكر الحاضرين، وسأتحدث باختصار لأن الموضوع متشعب الأسباب والمسببات أظن أنها لا تخفى على الكثير منها. وأحداث اليمن لا شك أنها ليست بمفردة أو لا تختلف عن ما حدث في الدول العربية الأخرى، فقد بدأت الأحداث منذ 2011 عندما بدأت الثورات وما يسمى بالربيع العربي. بدأت هذه الأحداث في بداية 2014 عندما بدأت في تونس، في مصر، في سوريا، وفي اليمن، وتسلسلت بالنسبة لليمن تسلسلت الأحداث من تلك اللحظة، وكانت الأمور قد مشت في سياقها أو في السياق المخرج والحل، لكن من وجهة نظري أن التدخلات التي طرأت، لأنه كما يعلم الجميع أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح قد تنازل عن الرئاسة بمبادرة من دول الخليج سميت المبادرة الخليجية، تدخل هذه المبادرة ارتكزت على أن يبدل الرئيس استقالته ويسلم الحكم لنائب الرئيس الذي هو الرئيس الحالي أطرف مصر هذه، وأن يكون مقابل ذلك أن يعطى حصانة مما قد جرى من الأحداث المظاهرات وكذا كان قد حدثت في يعني بعض الشهداء وكذا في أحداث المظاهرات، وعلى أساس أن تدخل الأحزاب والقوى السياسية في توافق سياسي حتى يتم إطار هذه المعادلة. ما دور أنا عارف، لكن ضربي هذه بسرعة الأحداث حتى أصل إليها. المهم جرت هذه الأمور، مضت الأمور بشكل سلس وبرعاية دول خليجية وبرعاية مجلس الأمن والجامعة العربية، حتى تم التوافق على مخرجات الحوار وعلى مسودة دستور يتم الاستفتاء عليه وإجراء انتخابات عامة
تشارك فيها جميع القوى السياسية. فكان الحوثيين في تلك هذا كانوا جزء من هذه المنظومة السياسية التي كانت تتحاور، وحضروا الحوار وأمضوا على المحاضرة التي جرت بين القوى السياسية في اليمن، كانوا جزء من تلك الأحداث، واتفقوا على هذه الأحداث، يعني كانوا من ضمن الاتفاقات وفي مخرجات الحوار، يعني موافقين على هذه الأمور كلها. وأنتم عارف أن الحوثيين كانوا جماعة مسلحة يتواجدوا في محافظات، في محافظة واحدة، في أجزاء من المحافظات الصعبة التي هي محافظة حدودية للمملكة العربية السعودية. وكما نعلم كانت حدثت حروب، 6 حروب معهم، كانوا جماعة مسلحة عندهم سلاح، وكان في تدريب وكذا في تلك الجبال. فالخلاصة أن التدخلات، كان هناك تدخلات إقليمية وتدخلات دولية على أن تفشل هذه العملية، عملية التغيير السلمي. فرأوا أن الخيار هو في دعم هذه الجماعة، في دعم جماعة الحوثي ليتم التخلص منها وممن كان من القوى التي كانت على رأس ثورة 2014. وفعلا دعمت وتحركت هذه الدول، هذه الجماعة، جماعة الحوثي، سيطرت في البداية على كامل محافظة صعبة وعلى أجزاء من محافظة أخرى، محافظة الجو. وفي ظل صمت للدول العربية والخليجية التي كما ذكرنا كانت ترعى المبادرة الخليجية، لكنه صمت في تلك اللحظة. سنعود الى طبيعه الصراع. خليني انا اختصر لك الموضوع. تحرك الحوثيه وتحالف معهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، تحالف معهم واستلموا المعسكرات، حيد الجيش اليمني، وفعلا اقتحموا المحافظه تلو المحافظه حتى وصلوا الى صنعاء واحتلوا العاصمه، ثم انطلقوا المحافظة الأخرى حتى وصلوا إلى عدن. وعبد الرب منصور هادي استطاع أن بعد أن كان قد تم محاصرته هذا استطاع أن يفلت من أيديهم، وطلب تدخل التحالف العربي الذي كما سمعنا، وبدأت عاصفة الحزمة التي تدخلت بتحالف عربي من 10 دول، وكانت المغرب من ضمن هذا التحالف، وبدأت الحرب في تلك اللحظة. وشكرا لكم. ولكن المغرب انسحب في الأخير من هذا التحالف لأسباب أخرى. نبقى في المنطقة وننتقل إلى الشقيقة مصر. أم من 4 سنوات إلى 6 سنوات إلى تمديد رئاسة الرئيس السيسي، ونعود قليلا إلى الوراء منذ ثورة عبد الناصر إلى الآن. ضباط أحرار، كل الأنظمة التي مرت على مصر من ضباط الأحرار إلى الآن كانت تأتي على ظهر دبابة. لماذا؟ أسعد الله أوقاتكم كل خير. اخترت سؤال صعب، أحتاج أولا إلى محلل سياسي، وهذا ليس وظيفتنا، بل بتاع إن أنا متخصصين في التحليل السياسي. الشيء الآخر محتاج إن إحنا نخصص له كتير من الوقت، يعني سؤال صعب، ولكن أنا أحاول. هناك مثل يقول أهل مكة أضر شعب، ولا نستطيع أن نحلل الوضع الحالي كان لنا الحق كمواطنين، ولسنا محللين سياسيين، لتحليل ما يحدث في العالم العربي، بمعزل عن عملية تفسير أن استخدام وسائل قديمة في مستجدات حديثة هو ده المشكلة، أن لازالت الأنظمة تتبع
نفس الوسائل القديمة. بعد تطور عالم الفضاء الإلكتروني وبمناسبة المنتدى النسخة الرابعة، هو دي الجزئية اللي ممكن نتكلموا عنها. تغيرت المجتمعات بتعدد التواصل وتحديثه وسهولته بعملية الفيسبوك والتواصل الاجتماعي المختلفة، ولم تغير الأنظمة الآلية والقواعد الأولية. أما بالنسبة لسؤال حضرتك عن منظومة مصر، مصر لها طبيعة خاصة، وأنا بتكلم منها من وجهة نظري كمواطن، ولا أستطيع أن أقول أنني أعبر عن غير شخص المدور. المؤسسة العسكرية في مصر أنشئت قبل الدولة، وهذا لا يشعر به إلا من أمضى الخدمة العسكرية في مصر، يعرف معنى المؤسسة العسكرية. ويمكن النهارده في المداخلة ديالي اتكلمنا عن أن هناك دائما حكم وشخص بعض الله سبحانه وتعالى على الأرض في كل مجتمع، هو الساهر على تطبيق العقد ما بين السلطة والمجتمع وهو الدستور. فهذا خارج نطاق النقد وخارج ان احنا يعني نقيمه، لان هو بعض الله سبحانه وتعالى في كل مكان. يسمى في مصر المؤسسه العسكريه، يسمى في المغرب جلاله الملك، له مسميات عرف، ولكن هو مطبق عليه وعلى دوره واهميته وقدسيته. مصر لها طبيعه خاصه، هناك اتفاق غير مكتوب ما بين المجتمع والمؤسسه العسكريه. تعطي المجتمع المصري المؤسسة العسكرية كل الإمكانيات في أحلك فترات المجتمع، بمعنى أن إمكانيات المؤسسة العسكرية ورغباتها لا ترتبط بالحالة الاقتصادية المصرية، نتيجة أن احنا دولة مواجهة، دائما الصهاينة على حدودنا، ودائما نحن في حالة نعتبر حالة حرب. موضوع السلام هذه مسكنات، ولكن السلام الحقيقي ممكن ناخده بحال الحالة بين الحلفاء ممثلة في فرنسا وبين دول المحور في ألمانيا، وبعد 4 سنوات وبعد حربين عالميتين طاحنين قتلت بها الملايين، تم تدشين السلام وعمل مشروع مارشل للتنمية، والنهاردة هم الحلفاء وهم العنصرين الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي. هذا هو السلام الحقيقي. أما سلام على هيئة عدم تطبيع وربط شعبي، فهذا لا يعتبر سلام، هذه مجرد ولد، وده شعور كل مصر. أما موضوع المؤسسة العسكرية هي محل ثقة كل المجتمع المصري. بالأمانة أنا بكلمكم كلام أنا عايش في واقع، ومن هنا يمكن ناخد موضوع تأثر الجميع بنوع من الإعلام بدون ما يكون عايش واقع ومتفهم. المؤسسة العسكرية هي الأكثر على صنع النماذج والقوة. ووقت ما بتحتاج مصر المؤسسة العسكرية هي أول من يضحي. ويمكن إحنا شفنا التجربة المصرية في موضوع الربيع العربي. دول بحجم الشقيقة ليبيا أو بقية الدول العربية، مصر تعتبر نص تعداد العرب. 100 مليون وتتعدى 100 مليون بالفعل. معنى كده ان ثورة بحجمها، لو قلنا ان ليبيا تم تهجير 3 مليون تقريبا قتلى فلو قسنا نفس النسبة على مصر نسبة وتناسب، المفترض ان مصر ضاع منها 30-40 مليون غير اللي كانوا هيهجروا. من خلال تحليلنا احنا كمواطنين مصريين، المؤسسة العسكرية ساعدت كتير على ان احنا نتخطى هذه المرحلة بسلام وامان وباقل الخسائر. لكن المستهدف لنا ان احنا يعني حتى لا اطيل على حضراتكم، يجب ان نتعامل مع المجتمعات والدول بمفهوم انها كائن حي تحتاج دائما الى عمليه التطوير وليس التجميد. التجميد لفترات كان له اضرار، لان تحدث نتيجته عمليه سيوله مفاجئه للانظمه والمجتمعات وتعم الفضل اللي احنا حصرناه. مصر طبيعي ان هي دوله دايما في حالة حرب، موقعها الجغرافي ووضعيتها ومسؤولياتها نحو الدول العربية الأخرى ونحو أفريقيا دايما يعلاها إن هي تكون دايما على استعداد، حالة استعداد دائم
دايما احنا المخزون ديال المؤسسه العسكريه ما نقدرش نفصله لان معظم الشعب المصري بيخدم خدمه عسكريه. الثقه كامله ما بين المجتمع وبين المؤسسه العسكريه، وده مش عيب ومش عسكره، لان في النهايه حتى العسكري هو مواطن، هو شخص مش جاي من الخارج. ولو يعني تابعت حياه العسكريين في مصر هتلاقي ان هو شخص عادي، يعني العسكريه بالنسبه له هي وظيفه احترافيه، ولما بيخرج بيندمج مره اخرى في المجتمع. الموضوع من الثوره او تحييد الملكيه وثوره 52 يجب ان ننظر بكلا العينين مش بعين واحده، ودي يعني سنه ربنا ان هو يخلق لنا عينين مش عين واحده. مكاسب ثوره 52 الست مطالب اللي طالبت بيهم الثوره، يعني تقريبا حررت مصر وبنت مصر الحديثه من جيش قوي للاصلاح الزراعي لغيره. الملكيه برضو كانت عبء على مصر وكان ليها مظاهر، منها حرب 48 والاسلحه الفاسده، وحضرتكم يعني اضرب تاريخ مصر برضو. وبنتشرف ان الدول العربيه والمواطنين في افريقيا بيتابعوا حاله مصر وبيعتبروها ان هي وطن تاني بالنسبه لهم. فاللي عايز اقول لحضرتك ان الموضوع مش لا يفسر بهذا، بقدر ان المؤسسه العسكريه قادره على انتاج قاده ذو جوده يثق فيهم المجتمع، وده ليس بمعزل عن ان باقي مؤسسات المجتمع المدني ليست قادره على خلق البديل. يمكن احنا شفنا في مرحله ما بعد مبارك وعندما تركت الحريه للاحزاب السياسيه والتيارات بما فيها الاخوان المسلمين، فشلت المؤسسات السياسيه بان تدير اللعبه بنزاهه وشبابيه، واصبح حاله صراع ما بين القضاء والسياسيين والثوار والاحزاب والاعلام. شكرا لحضرتك. شكرا. وقفه قصيره مع طبعا سنعود الى ليبيا، طبعا نعتبرها محوريه في هذا الصراع، وسنتوقف عند فلسطين وعند عبثيه ترامب. ترامب اعترف بالقدس عاصمه للكيان، وفي عبثيه تاليه اعطى ما لا يملك لمن لا يستحق الجولان. كيف يطر الشارع الفلسطيني الى هذه العبثيه؟ كيف؟ اسعد الله مساءكم بكل خير. صراحه بشكرك جدا على هذا السؤال، ما توقعتوش، بس هو فعلا حديث الساعه. الموضوع نقل السفاره الامريكيه ل مدينة القدس، هذا ما أتى يعني من لحظة، يعني هذا مسلسل من سنة 1917 من وعد بالفور اللي أعطى الحق لإسرائيل أنها تقيم وطن لها على أرض فلسطين، واستمرار مسلسل الجرائم اللي انتهجته وصولا إلى حد 48 اللي هجرت فيه الفلسطينيين إلى دول الجوار، الأردن، سوريا، لبنان. بالنسبة لما فعله ذلك العبثي المدعو ترامب، هو نقل هاي السفارة يأتي كبند من بنود ما تسمى بصفة القرن. هاي صفة القرن من شأنها تقسيم ما هو مقسم، تهجير الفلسطينيين هجرة أخرى وإقامة دولة في غزة. وللأسف هذا هو المشروع اللي بيحاول ترامب تسويقه. نرجع ل 52 أيضا، هذا المشروع طرح من أجل توطين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم، لكن الشعب آنذاك انتفض وخرج، وكان آنذاك جمال عبد الناصر، وكانت الأمور والظروف العربية صعبة جدا، ما أشبه اليوم بالبارحة. اليوم الواقع العربي، الظروف العربية، النزاعات، الصراعات، هاي نحن كشعب فلسطيني وفلسطينيين كثير بتألمنا، كثير بتأذينا، لأنه قوة أي بلد سواء مصر، لأنه إحنا على احتكاك مباشر مع هاي الدولة الكبيرة، وبالنسبة لليمن وليبيا ودول كثيرة عربية هي
لطالما كانت هي سند ودعم لنا، ولكن هاي خلق النزاعات والصراعات وتقسيم هاي الدول، وكأن اليوم نحن كفلسطينيين لما بنحكي بدنا حدا ينجدنا من هذا الوحش ترامب من محاولة تمريره لصفقة القرن، بنصير نحن نجاوب على أنفسنا. طيب إنه ليبيا عندها ظروفها الداخلية وعندها وضعها، اليمن نفس الشيء، بلدان تانية عم ترتب أوضاعها الداخلية، تمام؟ هذا الشيء من شأنه إنه حرف الأنظار أو حرف البوصلة الحقيقية تجاه القضية الفلسطينية. سؤالك إنه كيف ينظر نحن كشعب فلسطين لهاي الصفقة؟ نحن من قبل ما يتم عرض هاي وإعلان عبر والتسريب عبر وسائل الإعلام، شعبنا خرج وانتفض ورفض هاي الصفقة جملة وتفصيلا. ربما البعض لا يعي ويعرف ما هي صفقة القرن. صفقة القرن يعني نحن ذاهبون إلى أن يكون لنا دولة فلسطينية وتم الاعتراف بها في الأمم المتحدة. ترامب لا يريد ذلك، يحاول خنق الفلسطينيين في المدن الضفة الغربية، وأيضا محاولة ودعم باتجاه إنشاء دولة في قطاع غزة، هذا الجزء الصغير، ومن ضمن الممارسات والتضييق اللي مارسه تعرف 48 أنتجت قضية اللاجئين، أنتجت 12 مليون ونصف لاجئ فلسطين في الشتات، تمام؟ حاول ترامب انه يقضي على هاي قضيه اللاجئين اللي احنا بنعتبرها قضيه اللاجئين هي القضيه الفلسطينيه، من حق ان كل فلسطيني يتهجر انه يرجع لبلده، ولكن خلال الممارسات قطع التمويل على منظمه الأونروا اللي هي من شانها انه تدعم اللاجئين، هذا من شأنه هجرة أخرى وتشتيت وضياع للقضية الفلسطينية. فنحن كشعب رافضين هاي الصفقة أو هاي الممارسات اللي بدها كل يوم ترامب، وبتشكر كثير الدول العربية يعني صرحت بشكل مباشر رفضها، ولكن هناك لا زال نحن بحاجة إلى مواقف أكثر جرأة لتقول لترامب لا، مثل ما الفلسطينيين حكوا له لا. نحاول أن نصعد قليلاً من الحوار للبرد ونسخف من المسألة. ذكرت أخت صفقة القرن وأنا أسميها صفقة وحيد القرن، ميوة ترامب وحيد القرن، صح حيوان أليف، لكن أشقر الدولة. لماذا زال حفتر السيسي؟ ماذا يريد؟ طبعا فت مساء وسعدت مساء. المهم انت جبت علي هجوم مباشر. طبعا عندما تم الانقلاب على الملك إدريس من طرف القذافي ضباط ما يسمى ضباط روح الأحرار، فتم من تلك اللحظة قتل الحياة السياسية في ليبيا، تم إلغاء الدستور الذي كان قائما لنصبح دولة بلا دستور، تم يعني سحق المجتمع المدني، وأصبحت الدولة مجرد مبنية على شخص واحد وهو القذافي. هو أصلاً فعل ذلك لأنه سياسة أنه من بعد الطرفان، يعني لما ينتهي هو صار. المهم بالنسبة لما يحدث الآن في ليبيا وحفتر، طبعاً ليبيا مجتمع قبلي
وحتر بغض النظر عنا يعني العسكر من العسكر، لكن ليبيا مجتمع قبل، وهو حاليا انضمتنا اكبر مدينتين اللي هما في الغرب الليبي، هي مدينه ترهون بقبائلها وبمكوناتها وقبيله غريان، وهي كانت مسانده لحكومه. طبعا هو نجح في بنغازي في استئصال داعش من بنغازي، ونجح في استئصال داعش والتنظيمات المتطرفة في درنا، ونجح في الجنوب، وسينجح في طرابلس. طرابلس هي داعش. الصين طبعا أنا عندي دراسة مهمة في هذا الموضوع. للأسف أنا أعود التدخلات الدولية نفسها تتسلسل، ولكن فعلا طرابلس مختطفة من قبل الإرهابيين. طرابلس فيها داعش. داعش أنا مش حتى السراج أصبح دمية في يد هذه التنظيمات المتطرفة التي سيطرت على المؤسسة البنك المركزي الليبي، مصرف المركزي الليبي، والمؤسسات السيادية. استغلت الفراغ، استغلت المركزية التي استمرت في ليبيا من 60 عام، ونحن نعاني من مركزية مقيتة، بحيث أن العاصمة طرابلس تمثل المركزية في الصارف. القذافي كان عزز هذه المركزية، كان يجلس في طرابلس ويضع تحت الوزارات، كل الوزارات وكل المؤسسات تحت رجله. إذن استغلت التنظيمات المتطرفة هذه المركزية وسيطرت على طرابلس. حتى الناتو عندما كان يساعد الثوار عرفوا أنه بسقوط طرابلس سقطت ليبيا. هذا الأمر يختلف مثلا نقوله في دولة عندها رصيف استراتيجي من المركزية كالمغرب. فحتى حاليا المؤشرات الدولية أن فرنسا وروسيا معه، لأنهم اقتنعوا بأنه يحارب جماعات إرهابية في طرابلس. وفرنسا انضمت أيضا واعترفت بأن حتر له دور في استئصال داعش. لا أعتقد ذلك. أولا الرجل الكبير في السن هو 75 أو 60، يعني الليبيين يريدون هذا النظام عسكري يعني كمرحلة انتقالية مؤقتة. هم أصلا بعد حفتر على أساس بعد ينتصر على الجماعات الإرهابية حيديروا مؤتمر جامع يقرر فيه الليبيين ما يشاءون. المهم أولا استئصال الجماعات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة وتسيطر حتى على الموارد المهمة كما تعرفون. لذلك فإنني أرى منتصرا، فإنني لست مع العسكر، ولكن والمؤشرات المحلية انضمام مدن كبيرة في لمناصرته، وحاليا تضرب بالطيران للأسف من طرف مدينة أخرى، يعني ليبيين يضربون ليبيين للأسف الشديد. يعني نغادر ليبيا غني من ذلك أسيان، نغادر ليبيا ونتوقف عن المسألة ديال مرحلة انتقالية، مرحلة انتقالية كل شيء ولا كذا. يعني أي واحد جاء يقول هذا مرحلة انتقالية، واحد قال عامين، واحد قال شهر، واحد قال ثلاث شهور انتقالية. مش على كل حال نحن توقف عن السودان، معنا ممثل جنوب السودان، نعرف أن جنوب السودان الآن يعمه بهدوء، ولكن لابد من أن نأخذ رأي جنوبية جنوب السودان فيما يعتمد في شمال السودان أو في السودان الشمالي. ما رأيك فيما يجري الآن في شمال السودان؟ السياسية هو اللي انفصل السودان إلى السودان.
هناك جنوب السودان ولكن ما يحدث في أرض الواقع وفي السودان في هذه الأيام وفي هذه الأوقات بجد شيء مؤسف، وأنا كإنسانة جنوبية ومتأسفة في هذا الشيء، ولكن عايزة أوجه رسالة للسودانيين، هيدا الحق ديالهم، يعني حق السودانيين، بما إنه اليوم أنا ما قدرت أتواصل مع السلطة، ولا السلطة ما قادرة يوفر لي احتياجاتي البسيطة، أنا من حقي أطلع وأسير وعامل الثورة وأطلع مطالبات حقتي عشان الدستور أعطاني حق في ذلك. يعني أنا هقول للشعب السوداني مبروك عليكم وتواصلوا وتصفدوا بس. معنى هذا أن حكومة جنوب السودان توفر لمواطنيها كل شيء. أنا ما قلت الحكاية، بس إحنا كشعب جنوبي برضو بنعاني، بس في مثل بقول لكل شيء وقت، يعني بعد فترة احتمال جنوب السودان هو الآخر يفجر احتمال. أنا مالي شاشة، أنا مالي شاشة. هاي قلت أخت سهام، ماذا عندك لهؤلاء الإخوة الحاضرين معنا فيما يتعلق بما يعتمد في البلدانية؟ كنا نريد أن يكون الحوار أكثر قساوة وأكثر حرارة دون أن نتصارع، قد نختلف ولكن من ليس المهم أن نتفق، المهم أن نلتقي على اختلاف لا على خلاف، ولكن ممكن نشوف سيام واش غادي تحمي شوية الطرح ولا لا. أولا شكرا على الحضور، ثانيا لي سؤال ضيفة ليبيا. أولا أول سؤال، ماذا عن اتفاق الصخيرات؟ ثاني سؤال، هل ليبيا ستقسم مرة ثانية؟ بالنسبة طبعا أنا عندي كتابات كثيرة في هذا الشأن، وكان عندي مقترح للمصالحة قبل ما تتحصل الأحداث، كتبت كثيرا على المصالحة والتي كنت أراها والتي لم أصفها بالمصالحة الحقيقية والعميقة والشاملة تشمل كل ألوان الطيب السياسي، ولكن الأحداث يعني تحكم خصوصا عندما تغولت الجماعات الإرهابية في طرابلس أصبح الموضوع موضوع آخر. بالنسبة لاتفاق الصخيرات، هو لم يتضمن في الإعلان الدستوري ولم يعترف به مجلس النواب، يعني كان أمل. أنا في مقترحي للمصالح الليبية والذي وصل إلى أروقة الجامعة العربية، يعني قلت صراحة تعديل اتفاق الصخيرات، تلك المادة المتنازع عليها من دور الجيش، اقترحت تعديل اتفاق الصخيرات وهذا لم يحدث. والآن المشكلة السراج رجله الناس في البداية، السراج اللي هو من منبثق من اتفاق الصخيرات رئيس مجلس الرئاسي، ولكنه ضاع وخضع للإملاءات، إملاءات الميليشيات القوية، الميليشيات يعني المجهولة الولاءات، ميليشيات إجرامية، ميليشيات متطرفة، فللأسف الشديد وقع تحت قبضتها. وبذلك أنا أقول يعني تعثرت اتفاق الصخيرات، أو الليبيين أصبحوا ينظروا لاتفاق الصخيرات نظرة إيجابية، أنا أقولها بصراحة. مثلا السؤال الثاني، إلا التقسيم لم يحدث، لأن الليبيين كلهم مجموعون على أن ليبيا واحدة ولن تتقسم بإذن الله. لن تتقسم ليبيا بإذن الله. سؤالي للضيف من اليمن، الحوثيين الآن سيطروا على نصف اليمن،
العديد من المدن اليمنية أصبحت تحت سيطرة الحوثي. ما مصير هذه المدن؟ كيف سيكون مستقبل اليمن في ظل هذه النزاعات؟ وما هو مستقبل أطفال اليمن الذين يموتون جوعا دون أن توصل لهم الإغاثات الدولية؟ شكرا. شكرا على السؤال. بالنسبة للسيطرة بالنسبة للجغرافيا، الحكومة الشرعية تسيطر على الأراضي يعني في حدود 80%، لكن المناطق التي يسيطر عليها الحوثي يتواجد فيها الكثافة السكانية بما يقدر 20 مليون من سكان اليمن. فالغالبية السكان يسيطر عليها الحوثي، هذه المدن على رأسها العاصمة صنعاء. ومن وجهة نظري أن الحل لن يكون إلا حلا سياسيا. فالشعب اليمني قد عانى الكثير، وهناك في حدود 3 مليون مشرد رديف، بعضهم في مصر، بعضهم في السعودية، بعضهم في محافظة أخرى مكلوا. فالناس وصلوا إلى وضع مزري، الرواتب، الخدمة موكلة، رواتب ما فيش، الأعمال يعني شبه. فقد وصل الوضع إلى يعني وضع لا يحتمل. فهناك أمل أن الناس يتوصلوا إلى قناعات أن هذه الحرب لن توصلنا إلى حل، وأن الحل السياسي والحوار والامتثال تصدق الانتخابات وكذا هو الحل. بقي إشكالية التشكيلة العسكرية، هذا الواحد يعني الحوثيين رافضين يسلموا، لأنهم سيطروا على المعسكرات وعلى القوة وكذا، ولا يمكن أن تتم مصالحة في حالة أن هذا الفصيل يمتلك جزء من القوة من السلاح، لأنه سينقلب من الأخرى. فهنا الضغط العسكري الذي يمارس في الجبهات وكذا من أجل أن يصلوا إلى هذا التوافق، أن تسلم السلاح إلى دولة وإلى جيش مستقل للدولة كاملة، ويتوصل الناس إلى توافق سياسي وحل شامل بإذن الله. شكرا. أنا ترون معي دائما العالم العربي حينما يشتد النزاع وتشد الصراعات في مدينة، دائما نبحث عن مشاجر لنعلق عليها غسيلنا، نبحث عن الأمن في الداخل أو في الخارج. أنا ترون أن في الأمر ما يلفت النظر، وحين السؤال على صوت محايد أعتقد أنه لا علاقة بالصراعات الجارية في هذه الدول. سيدي أحمد بن عبد الله من موريتانيا، ما رأيك في ما يعتمد في بعض الدول العربية؟ وهل يمكن القول بأننا نبحث عن مشاجر لنعلق عليها غسيلنا من الوسائل؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم أحمد بن عبد حي طاطا وقل لها النجم هكذا الحب هكذا الود وهكذا بدأت جلستنا هذه بهذا المقدم الذي يسخنها لكن الجو لا يفتو أن تبردها. أنا أتمنى للدول الشقاء التوفيق وأن يتجاوزوا كل ما يشأنهم أن يسيء إلى سمعتهم أو يسيء إلى أن يجعلهم ضدان. في الحقيقة أنا ضد تدخل العسكر في الشؤون العربية،
حان الوقت للعسكر ان يتخلى عن الشعوب العربيه ويترك هدفها ومسارها بانفسها، لان هذه التجربه التي خاضها هؤلاء العسكريون على شعوبهم والممارسات التي ياخذونها على شعوبهم لن يجنون منها اي شيء سوى الخلافات والنزاعات والمشاكل. واعتقد ان الوقت حان ان يتنحوا ويعودوا الى سكناتهم ويتركوا الشعوب تقرر مصيرها بانفسها. شكرا مرحبا. شكرا جزيلا. الشعوب ما يطلبش ان بغينا نخلو ما بغاوش يسخنوا ما بغاوش يتعبوا نخليو الامور هكا. احنا يعني ممكن تخلصنا من الاستعمار المباشر، ولكن لا نحن في يعني تحت قبضة الاستعمار غير مباشر. يعني أكثرية حتى التوراة يقال في بعض التوراة مثل التوراة 23 كتاب لعبة الأمم يقال أنها تدخلت في أمريكا، صنعت أمريكا تدخلت وصنعت عبد الناصر. فنحن ما زلنا ضعافا، ما زلنا غير متوحدين متفرقين. فلذلك ما دمنا بهذه الحالة وإذا استمرينا فما سنظل نوعين ما لم نتوحد. هذه في رأيي، هذا كله في غياب الوحدة في رأيي المتواضع. يعني حتى أمل حتى ننهي هذه المواجهة أو المحاولة حتى ندخل من دور نور. المجتمعات لا تحكم بالعواطف، المجتمعات تحكم بالعقلانية، وليس هناك أي مجتمع يحكم بالعواطف، وإلا ما تخزن قرارات الحروب والمواجهات والصراعات. الشيء الآخر، نحن ننقصنا الثقة في أنفسنا وأن نراجع مفهومنا للآخرين ومفهومنا لأنفسنا. ألم يكن عمرو بن العاص عسكري؟ إيه نغمة العسكر؟ على أساس أن شارون يعني كان مدني؟ بوش الإبن يعني ما كانش طيار؟ ليه احنا نحاول نفصل مكون اساسي من اي مجتمع وهو الشخص الذي تقبل صيغه ان يضحي بروحه في سبيل الحفاظ على وطنه وامنه، وندعي كانهم هبطوا علينا من الفضاء؟ ايه نغمه العسكر؟ عندما يطبقها الغرب وشارل دي جول وكل العسكريين الذين حكموا الغرب، هذا هو الحلال. وعندنا نحن عسكر، وامتى يرحل العسكر؟ كان عمرو بن الخطاب ولا عمرو بن العاص كانوا يعني ناس مدنيين. جماعه خلينا نتكلم بعقلانيه وليس بعواطف وليس بسلعه فاسده تروج لنا حتى نزيد الشقاق ونزيد الكراهيه. ليس هناك اغلى من المؤسسات العسكريه في تلك الاوطار. والمجتمعات وقت الشدائد ليس عندها الا الدين والمؤسسات العسكريه هي التي تصل فيها لتساعدها ان تعبر النحله. وشكرا لحضرتك. سعدي ودفع. يا اخي حديث شجون، ولكن اذا كان العسكر بكل هذه الحموله وبكل هذا بهذه القدسيه، لماذا تثور عليه الشعوب يا رجل؟ لماذا؟ هل يمكن ان نختم هذه الجلسه؟ هل يمكن النظر الى ما يعتمد الان العديد من الدول العربيه داخل في النظام العالم الجديد الذي بشر به بوش ومن تبعه؟ شكرا. شرق اوسط جديد، وشكرا. ومنها ان بتقى واحد القرن.